فيلم هندي صور في البحرين. Adi, when are you going to grow up? Meri baat mano and go to India. India? في عرض خاص بالإعلام وعشاق الأفلام الهندية، عرض أول فيلم هندي صور في البحرين بسينما سينيبوليس. يحكي الفيلم قصة 6 أصدقاء يبدأون مغامرة في صنع الأفلام الوثائقية لتحديد وجود الأشباح، ويقودهم العمل إلى منزل يجتمعون فيه مع الحقيقة المخيفة. بداية أحمد الله على توفيقه، وثم بعد أبي أشكر القيادة الرشيدة اللي دعمها ويساعد البحرينيين من الاستمرار، يعني كل مرة يعني they help us a lot علشان يعني we achieve the best thing for the country. صنع التاريخ اليوم في هذا اليوم، لأن هاي أول فيلم بوليوود يعني صورناه في البحرين، وهاي يعني بالفخر احنا نقول يعني 80% في البحرين صورنا، يعني هاي شيء يعني غريب، يعني ما صار من قبل في التاريخ يعني. واحنا يعني the idea is to bring world cinema to Bahrain and bring producers and from Bollywood and even Hollywood to Bahrain because we have a beautiful country. في وايد افلام يعني انا شفت في دبي وفي ابو ظبي وفي يعني وايد اماكن يعني في المنطقه، بس ما ولا مره في البحرين. من شذي يعني انا قلت يعني we have to do something in Bahrain and this is as a Bahraini citizen I want to do something for my country. حضر العرض الافتتاحي مخرج العمل عدنان ملك وطاقم فيلم مرح وفرح وشبح والعديد من المهتمين بالسينما الهندية. بنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکڑ بنگا سندھ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدھی.